السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى حسن من قناتي أنا وتوري مع مصطفى. أرحب بكل بيشوف من جوه مصر أو من بره مصر، مشرفيني جميعا. وأحب أقول لي تشوفكم أنتوا أول مرة تسعوا زر الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد من عندي، ويا جماعة تعملوا لايكات على الفيديو ده أو أي فيديو قديم عشان يوصل الناس اللي مش مشتركة عندي، ومنها هيشترك ما تستفاد من الفيديو. أولا لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا ريت يا جماعة كلنا نصلي على سيدنا محمد دلوقتي يا حبيب قلبي. لا اله الا الله محمد رسول الله. دلوقتي انا عندي الذكر، انا عندي اصلا ما يقارب ذكر 3 ذكورة بط والنتايتين دول، تمام. فالحمد لله انا اصلا ذبحت الطير كله، ما سبتش حاجه، تمام. وكنت ناوي ادبح دول، لان احنا يعني انا ايه قلنا هنجهز شقتي وخلاص، الشقه هتجهز يعني كده بنجهزها لقدام، يعني لعل وعسى ربنا يعني ايه لأي ظرف من الظروف يكون الشقة جاهزة، اللي هي خلاص الشقة هتتشطب خلاص، تمام. بس يشاء الله والقدر يعني ان النتايتين دول يشتغلوا، تمام. ان انا هما ما باظوش، هما بصوا لسه انا مجهز لهم الحاجات دي دلوقتي، ما فيش بيض اهوت، هما لسه ما باظوش. بس ايه المهم انا لاحظت عليهم ان هما هيبيضوا، انا لاحظت عليهم ان في ان العظمتين واسعين، لان انا كل اسبوع بمسك النتي بشوف العظمه. معلش يا جماعه ان الصوره احيانا بتبقى مشوشه كده، يعني التليفون على قد برضو، معلش لان تليفوني باظ، تمام. تليفوني اللي كان معايا باظ، اللي هو كنت بصور الفيديوهات اللي كان جاي لي هديه، انما التليفون ده اللي كان قبله بقى القديم هو اللي معايا، لان التليفون التاني ما انا قلت لكم ان انا لما دبحت الطير كله للاسف كنت صورت لكم فيديو وانا بدبح الطير كله، للاسف التليفون ده بقى وقع في الميه، اللي هو اللي انا كان جاي لي هديه ده. يلا الحمد لله، يعني قدر الله ما شاء فعل، نجت على قد التليفون، تمام. فهو ده اللي معايا، فبصوا بتبقى مشوشه كده. فدلوقتي يا جماعه المهم نرجع الموضوع، ان انا كنت بشوف النت ففقستهم، يعني اصلهم عشان نتايتين مش عدد يعني، فقلت افقسهم. فببص لقيتهم اللهم صل على النبي، الله اكبر، يعني ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، الاثنين شغال، الاثنين مفتحين للبيض. فقلت احطهم هنا واجهز لهم ايه المكان بتاعهم. انتوا اكيد عارفين ان احنا بنجهز المكان ازاي، بس عامه انا هقول لكم دلوقتي. انا عندي الدكر الابيض ودكر الرصاصي ودكر المسكوفي. الدكر المسكوفي ده لما اتاكدت ان هو بيشتغل خلاص قلت هحطه معاهم، اهو النتي الدكر المسكوفي بيجيب انتاج حلو، تمام. علشان قدر الله ما شاء فعل ان شاء الله ان انا ابيع اللي عيالهم هبيعهم، يبقوا برضو في ايه حجمهم حلو، ان شاء الله ان انا اربيهم يبقى اربيهم برضو انتاج حلو، تمام. بس انا ان شاء الله هربيهم. بس يا جماعه انا لاحظت، انتوا شايفين الارض ازاي على الـ خالص، لاحظت ان في اسهال اسود وان في حاجات مش حلوه، بس خير ان شاء الله برضو هعالج كل ده، هعالجه، تمام. المهم فهنشوف بقى احنا هنعمل ايه للنتي دول دلوقتي. انا عامه عن نفسي كل يوم كده بصحى الصبح كده بيبقى ايه مزاجي رايق كده وعلى كيف كيفك، بقوم جاي عامل كوباية عصير ليمون بالنعناع بالعسل، اللي هو هوريكم برضو الطريقة. فالمهم يعني عشان بس هقول لكم برضو ليه بقول لكم كده، بس نرجع للموضوع دلوقتي. انا جبت لهم الاتنين دول وحطيت فيهم قش، هما ان شاء الله بكرة بعده يبيضوا ان اشاء الرحمن. وعزلت الضغط اهو، شوفوا حطيتهم في اوضه هنا لوحدهم كده اهو، ان اشاء الله يعني، وممكن يبيضوا يا بكرة يا بعده، تمام. فيعني اي وقت يكونوا فيه بيضين يعني باذن الله يكون في مكان عندي، تمام. الاكل بقى، في حد يحط اكل بيت وفي بيحطوا اكل حلو زي اللي انا بحطه ده. بصوا انا اهو ده رده وذره وعلف بياض وعيش، وكنت مخرط لهم بصل، ولا اله الا الله هجيب لهم برضو، وكان المفروض احط خضره بس للاسف البرسيم خلص، فاهمين. وانا اصلا مش هعرف العيش بس كبير شويه بكسر، تمام. فانا مش هعرف ان انا اعمل لهم اجيب لهم خضره يعني، تمام. هجيب لهم خضره منين، تمام. اهو يا جماعه الاكل هنا في طبق كده، وال بتاعه الميه في طبق، لان لا اله الا الله، علشان مش الميه تيجي على العلف وتعجنه وتخليه يدود، تمام. وبرده البتاعه دي
بعيد عن البتاع دي علشان مش يبهدلوا الدنيا. دلوقتي بقى اقول لكم بقى ايه انا بحط ايه على الميه. عن نفسي انا كنت انا هبتدي اعمل كده لو ربنا نزلني بانتاج تاني، تمام؟ اهو ده يا جماعه انتوا شايفينه، ده نعناع بليمون بعسل. ده بقى التفل اللي بيبقى في الاخر، ما لما بضربهم في الخلاط بيبقوا تمام يعني، تمام بيبقوا حلوين تمام. فيعني زي ما انتوا شايفين كده بحط التفل ده بقى هنا تمام، عشان ايه ينعنشهم كده ويظبطهم ويخليهم تمام تمام يعني. هي الماء ينضيف زي ما شايفين يعني، واللي بتاع ريحته حلوه اصلا يعني، انتوا فاهميني لو ما فيش مشاكل تمام. ده اولا. ثانيا احنا بقى ازاي زي ما انتوا شايفين المكان الجاهز ازاي. الاتنين دول معمولين اكل نظيف وناشف تمام، مكان نظيف وناشف برضو. التبليل ده عادي، ده اسهالات، وانا مش هقول لكم ان دي ميه، لا ده ميه، وكان فيه هنا اسهالات برضو اللي هو مش كله ميه. وعامه الجو حرفة كل ده هينشف تمام، اللي هو ما فيش مشاكل. وكمان ايه الدكر، هنحط دكر ونتاي او دكر ونتايتين او دكر وثلاث نت، ده بالكتير قوي، ده لو بيبيضوا كلهم. انما مثلا لو عندي النتايه دي رقدت، النتايه اللي هي دي لو رقدت وباضت ورقدت ودي جت دي بقى تبيض، بس بعدها بعد ما دي ترقد لا مكان تاني، ما مش هنحطهم مع بعض تمام، لان الدكر هيحتاج يكسر النتايه الرقده، فهي يعني الدنيا هتبوظ. فالمهم الاتنين دول انا متاكد ان شاء الله دي هتبيض قبل دي ما بين دي وما بين دي يوم يومين، اكتر من كده تبقى مشكله تمام يعني، فاهمني؟ فهي دي. فهنجيب الدكر ده نتاكد برضو ان الدكر شغال وكبير، وبرضو انا بعمل للدكر حاجات عشان برضو ايه يشتغل، والحاجات دي مجربه، وانا بالنسبه لي جربتها على مرتين واشوف بعدها الدكر بيخصب بعدها بكام يوم، يجي مرتين قدامي عشان بطلع لهم زي دلوقتي الساعة متهيألي كام؟ الساعة دلوقتي 7 والدنيا لسه منورة. طب ازاي؟ المهم ان دلوقتي الساعة 7 وبطلع لهم الصبح على الساعة 12، فعلى مرتين اشوفه بيخصب النت قدامي. والنت على فكرة ما لاحظتش انها ابتدت تبيض غير لما الدكر ابتدى يخصبهم تمام؟ فهقول لكم برضو الطريقة، بلاش بس الفيديو تاني عشان ايه الدكر هيهلكنا قبل ما ايه اعمل معاه الطريقة دي. المهم اديكم عرفتوا. واهم حاجة برضو يا جماعة ولازم تعرفوا ان النتاية مثلا مش تجيبوا دكر ونتايتين وتحطوا، يعني مثلا انتوا عندكم طير كتير ما تجيبوش دكر ونتايتين وتعزلوهم للبيض وهما لسه مش مفتحين، لا استنوا تفتح للبيض والذكر يشتغل وتحطهم، انما غير كده مش تمام يعني، هيكلفوك اكل وشرب كتير. فانا عن نفسي استنيتهم ان هم يبيضوا قمت شايلهم بقى وحطيت لهم الاكل ده ماشي. وادي ده اللي بتاع التهويه شباك عشان يهوى عليهم كده، ويعني مع تغيير النفس تمام. واصل الباب ده مفتوح عليهم زي ما انتم شايفين، الباب ده مفتوح. لا اله الا الله. كمان يا جماعه الـ البط ده بصوا اعمل لكم بزو النتاية دي بلدي، دي انتوا اللي انا كنت شاريها معاكم من زمان، والنتاية اللي هناك دي استني كده ايوه دي، يا له على الكاميرا الزفت. ودي هجين مسكوفي، والذكر ده مسكوفي تمام. فان شاء الله خير يعني، انا ضامن منهم ان شاء الله ان في انتاج هيطلع من تحتهم حلو، وانهم هيبقوا تمام يعني، اللي هو ايه مش هيجيبوا لي حاجه مقرمضه تمام، اللي هو ان شاء الله خير. وبرضو يا جماعه باذن الله ان بس الامور عندي هديت، لان انا عندي شويه مشاكل وكده يعني، ادعوا لي ربنا يهدي اموري. هجيب لكم هنزل السوق اجيب شويه بط بالكيني ونربيهم سوا، بس ادعوا لي. فاسف يا جماعه ان انا طولت عليكم، وان شاء الله تقابل فيديو جديد او بث جديد ايهما اقرب، وان شاء الله الفيديو الجاي او البث الجاي يكون احسن من ده. ويا ريت يا جماعه تحطوا لايك للفيديو عشان احط اللايك ما طلبتوش منكم من الاول، اهو دلوقتي حطوا اللايك عشان اللايك بيوصل الفيديو لناس كتير. وعلى فكره يا جماعه لا اله الا الله، واللي مش عاجبه الفيديو برده ممكن يحط ديسلايك عادي، انا بتقبلها منكم انتوا اخواتي ماشي. واللي عايز ينتقد يا ريت ينتقد والله برده عشان ايه اعدل من نفسي، واللي بس الانتقاد يكون باحترام يعني عشان يبقى لطيف يعني
فاهمني؟ واللي عنده تعديل برضه يعدل، لان انا برضه مبتدئ وبرضه بتعلم منكم. اللي مثلا شايف ان انا عامل حاجه غلط يقول لي لا ده غلط وعدل يعني، وانا ان شاء الله هنزل فيديو جديد بالتعديل علشان برضه بستفاد منكم، تمام؟ وشوفوا لو انتوا عايزين اي حاجه ان شاء الله تجديدات اعملها. انا بربي في الدور السادس، هعمل لكم جوله في الدور السادس بس انضفه وبس، علشان برضو لو هنشوفه برضو تقولوا لنا انا هربي ايه وفين وكده يعني. فاسف ان انا طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.